عاملينها ايام المناقشه بتاعه البروجكت نفسه كانت متكلفه حوالي 5 مليون، 5 مليون على الجراج ده. 5 هو مليون ممكن الناس اللي تعتبرها هو رقم، ايه كبير، كبير خمسة قوي. مليون اللي هو الجراج 5 الكبير مليون بقى مش كبير. الصغير قوي صح؟ لا وممكن يعني على حسب، على حسب يعني حجم الجراج. يستاهل حتى يعني لو هو اراوند قد من ايه 3 يعني. مليون ل 5 مليون، تمام؟ وممكن الناس تفتكر المبلغ كبير قوي، بس هو المبلغ ده يتجاب في سنتين، سنتين ونص. تمام، انتوا اشتركتوا في مهرجانات قبل مهرجان صناع الافارقه مظبوط؟ قولوا لي بقى كانت ايه المهرجانات دي، وهل في مسابقات برضو دخلتوا فيها تانية ولا لا؟ تمام. هو في 3 مهرجانات انا مش عارفه قدمنا اقسم فيهم مين فيكم بصراحه، اللي عنده رجوع يرد على طول. في 3 مهرجانات قدمنا فيهم قبل ميكر فير افريكا. في اول واحد الاي اي تي انستيتيوت اوف انجينيرنج اند تكنولوجي، ده كان في الاي سي، بس ساعتها كان المشروع لسه على الورق ما اتنفذش، فلذلك ما كسبناش في المسابقه دي. تمام. ما كانش لسه الموضوع البروجكت دخل ما حيز كانش التنفيذ. خلصان، ما كانش خلصان، ما كانش بدأ اصلا، يعني كان لسه كان لسه كله بننفذ فكرة فيه. على ورق. تمام. كان ورق، فما كناش مقتنعين اساسا الورق ده ممكن اي حد يجيب لهم ورق وخلاص. تاني حاجه قدمنا فيها الواي اي اي اللي هي نهضه المحروسه، ودي دعمتنا برضو بمبلغ كويس عشان نصرف على المشروع. تالت مسابقه الايجيبشن انجينيرنج داي، الاي اي دي، يوم المهندس المصري، دي دخلنا فيها وكسبنا المركز الاول على كويس مستوى قوي. كهرباء باور وعلى مستوى الجامعات المصريه كلها. عمر اكيد انتوا عارفين انه محافظة الجيزة عملت جراجات كتير جدا وبنت جراجات كتير جدا، هل ما فكرتوش ان انتوا ممكن تتوجهوا للمعني او الجهة المعنية ببناء الجراجات وتكلفة الجراجات والحاجات دي، ان انتوا تقدموا لهم المشروع ده ويبقى وتبقى الجهات المسؤولة عن بناء كل الجراجات في مصر، هما يبقى يعني يطوروا الجراجات دي تبقى شكلها عامل زي اللي انتوا بتقدموه دلوقتي؟ واحنا بنحاول ان احنا نكونتاكت الناس المسؤولين عن تأسيس الجراجات. الفكرة كلها ان هما الناس برضو يعني هو واحد فلوسين يبقى خايف على، لا يبقى خايف على فلوسه، ان هي فكرة جديدة مش يعني لسه ما اتعملتش اكيد. وهتتعمل في مصر، مصر واحنا نفسنا ان هي اللي تعملها يعني شركة مصرية، ان هي تتعمل 100% مصر، مصرية، لان احنا ابتدينا بفكرة المشروع احنا المطورين ومصريين من غير اي تدخل يعني اي حاجة بقى. توجهتوا فعليا احنا لشركات او بنبعت مصر. افكار، بنبعت فكره المشروع لكذا هيئه وكذا شركه، يعني حتى قطاع عام او قطاع خاص، بحيث ان احنا نقدر نوصل يعني نوصل فكره المشروع لاكبر عدد من الناس، يمكن حد يهتم وفعلا ينفذه. عندكم اتجاه انه لو اي دولة غير مصر حابت انها تشتري المشروع بتاعكم ده هتوافقوا، هيبقى في قبول منكم ان انتوا تبيعوا المشروع او ان انتوا تنفذوه بره ما البلد هي ولا لا؟ الفكره ان انا كنت لسه عايز اقول لحضرتك دلوقتي، هو اوريدي اساسا الموضوع ده ممكن احنا نكلم اساسا شركات بره عامله المشروع ده في اليابان وفي المانيا. تمام. المشروع ده لو كلمناهم وخدنا التوكيل بتاع الشركه دي وهنا هيبقى تنفيذه سهل، عشان الماركت هنا، السوق هنا واسع قوي للجراجات دي. طب تمام. ليه ما فهينفذوا حصلش بسهوله. ان انتوا عملتوا الخطوة دي؟ احنا عايزين المشروع يتنفذ from A to Z مصري، عايزين يتنفذ في مصر يعني بشركه مصريه. طب يا اخي خليه بس يطلع الاول، بعد كده اعملوا جراجين 4 6 7 زي ما انتوا عايزين مصريين بس يعني. كده الاختراع هينسب ليهم كمان. اكيد طبعا، بس بيبقى في براءة اختراع ليكوا ما كمصريين احنا طبعا، مقدمين انتوا عليها. هم بس ممولين يعني. لا ربنا يوفقكم ان شاء الله ويوفقنا يا رب انه يا رب المشروع ان شاء ده الله. يعني يبقى موجود ويتحقق فعليا بقى في فترة قريبة. تفتكر قد ايه الفترة اللي ان شاء الله لما يكون الفلوس موجودة، الفترة اللي ممكن يتبني فيها الجراج الاوتوماتيك الدائري؟ تعتمد على الشركة اللي هتنفذه، يعني لو شركة كبيرة تشتغل مثلا يعني اليونت الفلوس كامل. موجودة والشركة جاهزة وكله تمام، بتاخد وقت قد ايه تقريبا؟ الكونستراكشن بتاعه كونستراكشن زي مثلا اي عمارة او اي مول، يعني مش هياخد وقت كبير، يعني مثلا لو العماير او كام شهر؟ مثلا 12 او 14 16 شهر ماكسيمم. تمام. هيبقى فولي اوتوماتيد شغال ومتجرب. تمام. ويبقى مفتوح للناس ان هي تستخدمه. يا جماعة بجد احنا فرحانين بيكم جدا، ويعني بتمنى لكم كل التوفيق، ويا رب ان شاء الله قريب شكرا. قوي يعني قوي بجد ان شاء تقدروا ان الله. انتوا تنفذوه، مش تنفذوا مشروع واحد منه، تتنفذوا اكتر من واحد يعني. في ورا الكاميرا بيقول لك عايزين في وسط البلد، انا عايزاه في كل حته الحقيقه يعني. ان شاء الله ربنا وبشكركم يوفقك. جدا على وجودكم معانا النهارده، والمره شكرا. الجايه تكونوا قاعدين معايا بعد ما يكون اتحقق يا رب ان وتنفذ شاء الله. ان فعليا. شاء الله. في مشاريع اساسا زي المشروع ده كتير جدا عندنا في الكليات، وفي يوم المهندس المصري كان في مشاريع اساسا كتير جدا متنفذه، بس كله بيتحط في الادراج. لا ان شاء الله خلاص بعد الثوره بقى ان شاء الله كل يا حاجه رب تطلع، يا وانتوا رب ان شاء برضو الله. اصرار بقى يعني، انا عايزه اصرار ملوش اخر. ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا اسلام، ميرسي جدا على وجودك معايا. شكرا. وعمر، انا عمر مظبوط؟ لا بالعكس. انت عمر وهو اسلام يعني، تمام. اللي سمع اسمه بقى يعني. معايا. انا بشكركم بجد على وجودكم معايا النهارده، شكرا وان شاء ليك. الله جود لك في الفتره اللي جايه. شكرا. مشاهدينا كان معانا اسلام حسين، هو واحد من المهندسين اللي شارك في تصميم الجراج الدائري، وكان معانا عمر نجيب، هو واحد برضو من المهندسين اللي شارك في تصميم الجراج الدائري. هشوفكم بعد الفاصل، لسه معانا فقرات كتير جدا في نهارك سعيد.